إن كنتم من محبي سلسلة الأفلام الشهيرة فاست أند فوريوس، مشاهدها الخيالية وتحبونها، فلابد أن هذه القصة التي سنتناولها الآن ستوحي لك بمشاهد من هذه السلسلة الشهيرة. لكن قصتنا اليوم جرت على أرض الواقع، وبطلها سائق سيارة إسعاف كان مستعجلا يريد على ما يبدو إنقاذ المريض الذي يقله أو هو ذاهب لأخذه، لكن ما حدث، ولينقذ هذا المريض كاد أن يقتل ويصيب آخرين بسبب الطريقة السينمائية التي قاد بها السيارة، والتي كانت في غاية الخطورة بحسب الفيديو المنتشر بشكل كبير على السوشيال ميديا خلال 24 ساعة الأخيرة. التفاصيل تضاربت حول توقيت ومكان تصوير الفيديو، إلا أن هذه التفاصيل لم تكن مهمة بحجم التفاعل الذي حصل مع المشهد بشكل عام بين من شكك بسرعة الفيديو واعتقد أنه مفبرك، وبين آخرين أكدوا مصداقية الفيديو. نتابع. كما شاهدتم الفيديو تم تداوله بهذا الشكل، ومن الواضح أنه تم تحرير الفيديو وزيادة سرعته، مما هو واضح من سرعة المشاهد في الفيديو وفي الشارع، لكن هذا لم يغير من حقيقة تهور السائق، حيث قام فريق برنامج منصات بتحرير الفيديو وإعادته إلى السرعة الطبيعية، وكانت النتيجة أن سيارة الإسعاف لم يتغير عليها شيء من السرعة، واتضح أن السائق كان متهورا أيضا حتى بعد تعديل السرعة. نشاهد الفيديو بالسرعة الطبيعية. طبعا تفاعل كبير وتعليقات كثيرة، دعونا نستعرض أبرز وأول بعض من هذه التفاعلات والتغريدات. تبدأ من عبد الله الذي كتب: الفيديو واضح تم تسريعه لأنه مش طبيعي سائق سيارات إسعاف يقود بهذه السرعة وفي مكان مزدحم. أما قصيفة قال وغرت في هذه التغريدة: حتى لو كان الفيديو تم تسريعه، الحركات والمناورات اللي عملها السائق كفيلة في إيقافه مدى الحياة عن العمل. تعليق آخر من دانا تقول فيه: الفيديو بذكرني بلعبة GTA لما كنا نقتل نص الناس اللي بالشارع عشان ننقذ اللي معنا بسيارة الإسعاف.